هو نوبة هوي أرجو نوبة هوي عيرون جتيجي إكيب شيلرو عيرون جتيجي إكيب شيلرو هوي في دار الأوبرا المصرية ختام المهرجان الإفريقي النوبي العربي بحضور عدد كبير من الفرق النوبية. يهدف المهرجان إلى دعم العلاقات المصرية الأفريقية خاصة دول الجوار والتي يجمعها حوض النيل، كما يحاول إبراز التراث النوبي الضارب بجذوره في أعماق التاريخ إلى جانب تأكيد الهوية المصرية للنوبة. واجه كامل تعزية لأهالي أسر الشهداء قبل أي كلمة. وإحنا هنا الحمد لله في مهرجان شايفين ما شاء الله الناس جميلة جدا، الناس الفن النوبي فن راقي جدا، وعايزين نقول للناس احنا حفلة الاستقبال. انا فرد من افراد حفلة الاستقبال، بنحب نوجه الشكر بس للناس كلها اللي وقفت معانا وساعدتنا. ايوا نوبة هوي ارجو نوبة هوي عيرون جتيجي اكيب شيلرو عيرون جتيجي اكيب شيلرو. نهاركم سعيد. النهاردة آخر يوم في المهرجان النوبي الأفريقي الأول، مهرجان بيعبر عن الثقافة النوبية والتواصل بيننا وبين دول حوض النيل. هدفه الأساسي نشر الثقافة النوبية وتأكيد الهوية النوبية وإلغاء فكرة فصل النوبة عن مصر، لأن النوبة جزء من مصر. وإحنا كلجنة استقبال جمعنا مجموعة من البنات، حطينا أول حاجة قدامنا علم مصر، هو عملناه الطرحة بتاعة في الكلور النوبي علشان نقول إن مصر على رأسنا من فوق، وأول حاجة في ثقافتنا وهي أهم من أي حاجة، لأن إحنا ما نقدرش ننفصل عن مصر. والمهرجان ده هدفه الأساسي هو تواصل بيننا وبين الدول الأفريقية ودول حوض النيل، لأن النوبة هي الممر الأساسي لدول حوض النيل. أرجو سبيلي زي سبيلي ويلي زي أرجونا ونسا زي ونسا ويلي زي أرجو كولتي زي أرجو تهبي زي.